كل الأشخاص المتواجدين في كوريبوغودي بولاية تيبستي بالخروج نهائيا من هذه المنطقة، وفي نفس الوقت إذا كان الأمر لم يتم في الوقت المهدد أمرنا قواتنا الأمن والدفاع باستعمال كل الوسائل اللازمة حتى يتم تنفيذ هذا القرار. وقلنا خروج عن الأشخاص الذين أتوا من أجل استخراج الذهب، قلنا هذا القرار لا جدال ولا نقاش فيه. ها هم الباحثون عن الذهب يركضون وسابقون الزمن لاستجابة دعوة الحكومة التشادية التي أطلقها وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر لجميع من هم في منطقتي كوريبوغودي بإقليم تيبستي ومسكي بإقليم بركو بضرورة الخروج والإخلاء الفوري لهاتين المنطقتين قبل انتهاء المهلة التي حددت الحكومة التشادية، حيث بدأوا في الخروج عبر العربات رباعية الدفع والشاحنات إدراكا منهم بخطورة العواقب والنتائج في حال عدم الرضوخ لهذه النداءات التي أطلقها وزير الأمن العام أحمد محمد باشر، والذي كان واضحا وصريحا في رسالته لهؤلاء والتي مفادها استخدام القوة في حالة عدم الاستجابة وقد أعزر من أنذر.